شكرا. اليوم على كل حال نقوم بزيارة تفقدية للمشاريع الخاصة ببرنامج خاص بفيضانات ماي 23. العملية تخص في قطاع الأشغال العمومية 16 عملية معنية، منها 2 عمليتين خاصة بالموانئ، وما تبقى 14 عملية خاصة بالطرق الوطنية، الطرق الولائية، وكذلك الطرق الأخرى. حوالي 600 مليون دينار جزائري تم تخصيصها فيما يخص الطرق الوطنية، 150 مليون دينار جزائري خاصة بالطرق الولائية، واكثر من 500 مليون دينار جزائري خصصت للموانئ. Donc pour les routes nationales, nous avons 10 actions, 10 projets. Les 8 premiers projets concernent essentiellement tout ce qui est travaux de drainage, des réparations des chaussées dues aux dégradations et les ruissellements des eaux. Donc à deux BCFAMA. Et nous avons deux confortements. Le confortement de cette route sur le Khmisti et le confortement au niveau de la RN11 au niveau du U7. راكم سامحين شويه في الشونتي. ماشي اون تيرم دو ترافو، ميم اون تيرم دونتروتيان. شوف اونتروتيان دخلتو لا كونديويت تاع لاسينيسمون، ضربتوها جديده، تبنات مع لي 530 لوجمون سوسيو. اونتربريز تاعكم هو اللي ضربها؟ اونتربريز مازال ما خلصتش. شكون اللي ضربها من بعد؟ كونسيني الدراهم اون دي زيريتي، هذا ما كان كونسيني الدراهم باسم الوراثه، والاخر كونسيني الدراهم باسمه. وقت تجيب لونتربريز باش نجيبوا لا فورس بيبليك؟ لا باش نجيبوا لا فورس بيبليك، باش نوجدوا روحنا. اليوم الحد ثلاثة ديروا لوبيراسيون. يا اخي حقهم مضمون، حقهم مضمون. اللي ما عجبوش المبلغ او يروح العدالة يعطوها هذاك. احنا العملية راكم تسجلوها انتم، ما كان حتى مشكل. المهم نخدموا بالتنسيق. موقع الإلكتروني ايكو تي في.